عشتو، إن العالم يفتح ذراعيه للذي يعرف أين يسير. أنا معاك، صح يا أفلاطون، الناس ما يعرفونيش. نحن نميل إلى تصديق أولئك الذين لا نعرفهم. لماذا؟ لأنهم لم يخدعونا من قبل. والخسارة كيفها؟ ما الخسارة والفشل إلا هزيمة مؤقتة تفتح لك فرص النجاح. أرسطو، انتخابات البلدية على الأبواب، لازم تترشح، لازم تشد المشعل، لازم تكون قدوة. مشعل، اسمع، ابي نسقسيك دوك سيريوزمون، اسكو انت راك سيريو انا نرشح روحي باش نولي مير؟ نعم، ما تخافش، من يهاب صعود الجبال يعيش ابد الدهر بين الحفر. وي، نقدروا لها أرسطو، نقدروا لها. حفر، أنا موافقك، أنا داكور معك، أوكي خو، باش نورو للناس كاع خو بلي ما نقدرولهاش. فهموا مليح، نهار الحملة ما انا حتى واحد يجي يلعب للدومين هنا، القهوة راني كريتها. الحملة دات من فاعة عامة. فاعة خاصة. هذه باش نسقم المعالقة تاعي مع المير الجديد إن شاء الله. السلام عليكم. سلام، جمعي. لاباس عزوز. لاباس. عزوز، أعطي قهوة مرة لجمعي، ماهوش مليح. وزيد على يدك قهوة حليب. وجوج ميل فاعل بدك بفيها هجم حسنا ومريحوا من الهم اللي راني فيه. جوج ميل فاعل جمعي خويا. واش خويا عزوز؟ لو كان ضربت فيها دوش قبل ما تجيني ماشي خير، هكذا لو كان يزد مو سيرفيس ديجان على خدعة راني ولي في بروبلام كبار. انا راك هاك مدقلص خويا. ايه طبطق لي الكاردون تاع الطونوبيل خويا عزوز. بصح الغلطة نتاعه هو ما شافهاش. واش الجمعي تنعميت وي ديك الطريق عندها ديك الحفرة قريب 10 سنين يا تما تبدل رايح جاي. ما تعرفش البلاد يا ودي. مضاري نجوز عليها عزوز، واش لي مضاري نجوز بريمير نورمال. ايه اليوم كانت كاينة حاجة زيادة. ما تقوليش داروا دودانا جوست مور الحفرة. كنت مركب دودانا. وي مركب دودانا مرت قادة هوارية وكانت قاعدة من جهة الكاردون. أنا دخلت في الحفرة وأنا بركثم نار مكحس. إيوي بصح الهوارية خاطئة مسكينة. كيفاش خاطئة؟ وكيف تكسبليكي يرحم باباك تايا غير لحقنا الحفرة قعدنا ثم فيها ذكير الحفرة كمشي الثقاقل تاع الهوارية. جمعي لو كان جا عندنا مير يدير خدمته ما نحصلوش في الحفرة، يديرها الشيخ البلدية وتخلصها الهوارية. هيا هنا على الشيطان صاحبي برك. عزوز أعطيني جوج ميل فاي. أعطيني جوج ميل فاي بصح ما بقاش قد اللي فات. أنا عارف. أو قريب يجي اللي نحي الحفاري كاع إن شاء الله. خصنا يروح هذا قبل. بيجي واحد آخر. لا ما سمعتش. ما سمعتش؟ ما سمعتش بالمير الجديد اللي راح يغلق الحفاري كاع. ما سمعتش؟ ما تزيد ليش؟ مانيش كاع نتبع. راك حاب تشوفو؟ ماذا بينا؟ هاولي. أتمتع. شكون هذا؟ شكون هذا؟ هذا الميري تاع حب ربي ان شاء الله. هذا مير هذا صغير هذا ذراري هذا حبيبنا راه مخرج زعامه من دارو ما يقول لناش. يا لا حول ولا قوه الا بالله. والله على هو واش يدير لنا رفقي. ضربك الريح معمر. دكتورة ما تعطينيش الشميعات، ما نحبش ناكلهم ما نحبهم. ما
تخافش معمر، دوك نمد لك كاشيات. بصح شوف معمر، رد بالك خويا كي تكون تبدل في حوايجك باش ما يعاودش يضربك الريح ياك. كيف يضربني الريح دكتورة وانا عندي 5 سنين ما بدلتش حوايجي؟ قول هذا. شوف معمر، هاك هاد الكاشي شربوا 2 خطرات في النهار مور الماكلة. فهمي روحك، 2 خطرات في النهار ولا مور الماكلة؟ معمر سمح لي، نسيت بلي انت تاكل فوق 2 خطرات في النهار. شرب حبة كاشي الصباح وحبة كاشي العشية. ايه ان شاء الله. شحال حقك؟ معليش معمر خويا، معليش انا تحلفي دكتورة. معمر انت ايش ما تنساش تفوت على رزقي ياك. ان شاء الله طلابي تاع الحومه كاع نجيبهم من فوطي وعلى رزقي. واش تحب نتكل عليك ياك يعني؟ ان شاء الله ان شاء الله ربي يرزقك بوليد الحلال كيما انا ان شاء الله. السلام عليكم. ان شاء الله. ندوها ندوها هي ندوها. واش تدو؟ لا كوب دي موند ولا رزقي؟ او مشغول بزاف وماش كيتش تقدر تشوفوه. جوستومون يمسحقو قولو يحبط. ما عنديش الوقت يا جمعي، شوف مع سامي ديك رونديفو. شوف 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 كيف خرجوا مش عارف. الله صدى عني حتى من الرستاي راح يطبق مني فهم والو دوك فاهمين وش وصاري. خموس على وليد بنت اختي، خموس على سيد الرجال اللي عطاه ربي. ما الفكرون يحلب ماشي كي ماشي ناس. طويل بلا خصله كيما هذيك الشجره اللي بلا غله. بعلام فرحت. السلام عليكم. وش تحب؟ أنا حاب نشوف واحد واسمه رزقي وقال راهو الفوق. سي رزقي كان واحد وحب يشوفك. كيفاش؟ دقيقة واسمك؟ قول له الجمعي. اسمه الجمعي صح؟ قال لك قول له يطلع. عطيني بطاقة تاعك. واش نعطيك؟ باش تصرف. تختار با هذه الإدارة. سلام. نعم خويا. رزقي وعلاش وليدي؟ وعلاش راك دير لنا في هذه البهدايل هذه الحومه؟ ها؟ ولاك حاب توسخ الاسم تاع العائله ولا واش؟ واش فيك؟ واش تبدل فيك؟ قلت لاباس عليك. كنت ترقد تنوض حتى ل 11. كاش واحد قال لك خدم؟ ها؟ كاش واحد قال لك خدم؟ يا كان اللي نقحر على جاك. دعو يعمل با، دعو يعمل. نعم فالحياة جهاد دائم. اسمح لك تعطل فينا سي محمد، ما عندناش الوقت. بيدرو نعال بليس ها، راني انا معايا مع وليدي. بابا واش بيك بابا؟ قول لي علاش راك زعفان كيما قلنا لك. سي نورمال كيف تما انكم دايرين لي تكون خضره فوق الطعام انا. ولا هو يا بابا العزيز، حنا حبينا نديروها لك مفاجأة. الو هذه مفاجأة هذه بنتي وي مفاجأة هذه. رزقي مير. الله غير مليح. يا جمعي رقاد خلاص دوكا رانا غير مع لي زافر. شبيك هاويا رزقي ما ديرش على خالك تذكر يديك لهلاك هذا. هاويا شوف الجمعي ان شاء الله بربي لو كان يرجع مير حياتك تبدل. شد رفت صوتي عليك باك هكذاك باسكو جيت شويه مرفي. بصح لو كان تولي مير برما ما تنساش بابك اللي رباك. مستحيل من رابع المستحيلات باش ننساك با. بابا شت رزقي شحال هاي القلق عمري ما ننسى خيرك. داك الشيء بلو من ذاك الاسد. اني نشوف الله يسلمك. انا نشوف وكي تولي مير وتطلع بيك وليدي
واش ديرني انا دوك؟ انا كي نولي مير اوتوماتيكمون دايا تولي بابات المير. اوه وسط هايل الشباب عباك ما كانش بزاف هاد الخدمه هادي. باسكو دير في بالك بلي باباك تاكسيور، وزيد ناكد لك ولادي نعرف كاع المشاكل تاع البلديه. نفهمك. احنا لازم تنظموا دوك، انت دير لي ليسته تاع المشاكل ونوعدك، نوعدكم باللي غير نلحق للحكم البلدي ندير لها حل. تولي سمعها بالحلول. نقدروا لها. نقول لك حاجه وليدي، يلزم لك واحد يعرف يهضر كيما باباك. فوالا، وغدو ان شاء الله كي تروح باش تخطب انا نجي معك. فوالا مريم، واش دير لي كوستيم تاعي البيضاء؟ واكد لي على لي كلونديستان. لي كلونديستان لازم باش يدوروا في التراب تاع البلديه لازم الفيزا. فوالا رزقي، تخدش راي باباك. لي كلونديستان ما لازمش يوليو العديان نتاعك، لازم تربحهم، فهمت؟ باش هكذا يزيدوا لك الاسوار. خذ رايك رزقي، وانا لي مالات كامل ديالي راهم معاك. وعمر راه وعدني لم كامل الطلابين تاع الحومه ويقنعهم باش يفوطيو على من؟ على رزقي. لي مالات طلابين، حنا دوك لازم من الناس اللي صحاح معقلهم، هذو هما تاع الصح. رزقي، وين القديم كي تربح انت واش يدير؟ انا ما نقدرش نقول لك بيسك انا في حياتي نيش في روحي جامي شفت مير راح. بابا انت كي كنت صغير شكون كان مير؟ اللي راهو ذوق علاه ما تعرفوش؟ تعرفوش بصحة وجالي نحيه. ان شاء الله رزقي ديالنا. شو وليدي، لي تاكسيور كاميرا معنا ما منساهم، ندير لهم بروكيراسيون باش يفوتيو عليا. باش يفوتيو عليك. عليك. التفت لي. البلدية في حاجة إلى ناس مخلصين ومعروفين لدى العام والخاص، وخاصة المعروفين. صحيح، كانت هناك ريحة كن بعد الهفوات. هل نستسلم؟ الهفوات. الهفوات ما عرفتهاش الجمحي. الهفوات حد يقول راح ينحي الهف. وحتى الهف بزاف الهفوات. ترجع. أما فيما يخص الطرقات، أنا وأعوذ بالله من تقولة أنا ربينا البلدية، وراكم تعرفوني كي نعهد، سأخصص 80% من ميزانية البلدية، ورايح نفتح مكتب دراسات مبارك اللي رايح نكلفه في المستقبل باش يدير لنا مخطط بعيد المدى تعمير هذه الثغرة. نعم، هذا هو الهدف الأساسي نتاع البرنامج نتاعي، معا باش نبوشيو هذا الثغرة. الثغرة شب الإبارات هذا بعيد، الثغرة ماهيش كيف نقول بالعربية لوطوروت، بعيدة هذه لوطوروت بعيدة. الثغرة هي حفرة كما نقولوا احنا. بوطي عليه جمعي كاردو ما يجيش يكسر لك مريخ. إن بلديتنا تنادينا. معمر أنا أقول لها من ها هنا. على من تفوتي قول الصح. صح بك يا بلديتي. على سارة الله يرحمها. أنا من وحيدة سارة. حبيت أقول لك على خو سارة رزقي. أنتم معي وكلنا معاً في معاً من أجل أن تخرج بلديتنا من العزلة والفرقعة والقوقعة. أنا أحبكم حباً جماً وكماً وكيفاً. إنني متأكد من النتيجة، سوف تصوتون لمرشحكم المحبوب، عدو الحفرة وصديق البلدية الوفي. الحفرة
سيدتي سادتي. صحيت سادتي. راكم هنا. واش حبيبنا؟ راك تقدم لنا حفله اول. اوكي انتيك. جبنا لكم الصح. انا عمي رزقي وليد اختي تسمى انا خالو. كيف راكم تشوفوا صح هو قليل الصحه. هنا راني معكم بالصح في الداخل. من الداخل انسان اتيك انسان اتيك وما تندموش عليها ما تندموش عليها. انا عفتك يا عسوس يدخل روحه في كلش دوك الناس كامل يروحوا على بالك تبهدينا. ما تندموش على رزقي وليد اختي. صفقوا. لقد جاء رزقه لقد جاء مقدرنا. عزوز اعطاني كاس جو. عزوز على بالك بلينا بلا جو ما قادر ندير والو. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام وليدي السلام. ربي معك وليدي يا ربي. سرح له لسانه. شوفوا أنا ما نروحني منا ما نروحني ملهيه. أنا ندخل ديرك نقدروا لها. الأولى لازم نطلبوا من هولندا رفع مستوى إنتاج الأعلاف. هذه ما الدخلة هولندا. لا لا فرندا فرندا انت ما سمعتش مليح عزوز. فرندا اه صح. قبل الاستثمار في الجدران يجب الاستثمار في العقول. ما فائدة الحيط اذا الشباب تاعنا يتكاوا على الحيط؟ هذا الحيط بلا عقل. مدبدب مدبدب بالعربية. هذه ثانيا. اما الثالثة وهي اللي صعيبة ولازم كاع كيما راكم تعاونوني فيها. انا ما نقدرش نحرق الحرقة وحدي. جمعي واش بيه وليدك؟ ماشي وليدي وباك يسمعوك الناس. يوفقوا. هاي روح تبيع اللفته لا راه. هدوء. واش دخلنا في هولندا؟ رانا في بلديه ما راناش في اوروب. نورمال باباه الجمعي. اعدمي. حي من فضلكم. حصلتوا في حفرة. حفرة حصلتوا فيها. غلقوها تتهناو. يعطيك الصحة وليدي. بس كل حفرة هي اللي وسعت لي ليكاردو. شفت؟ الهوارية تهمتها باطل أنت. المشكل في الحفرة تاع راسنا. وعلاش هولندا؟ نحن نحتاج دائما إلى هولندا وغير هولندا. ما تهليناش في الزراعة وتربية المواشي. باش ما نحتاجوش الى الغير يبعثونا الحليب والزيت والسكر و عجبني الطفل الاول عنده في راسه. انا ضد باش ترجع ارض البلديه اللي تعطينا البطاطا والطوماطيش والقلعه الى باركينغ ومرشيه تايوان وراهم شبيبه وليجان تاع البلديه. ها ديسباراو بح. ها وبقاو غير هذوك اللي راهم ابوبري دا داها ولد الجمعي داها. حتى هذوك اللي راهم ابوبري راهم شادين الحيط. حتى الحيط كره منهم وحب يحرق. لازم على الشبيبه والشباب تاعنا يحرقوا. لازم يحرقوا فكره الحرقه من راسهم ويامنوا باللي يقدروا لها في بلادهم بشرط تجند المسؤولين المحليين. هم يرونكم افواها تاكل وانا اراكم ايادي تعمل. ما قدروا لها ما قدروا لها ما قدروا لها. يصبح الأكل ويحيى العمل. ما قدروا لها. أستاذ أرسطو هل يمكننا معرفة كم عمرك بالضبط؟
48 سنة. في الحقيقة يعني بابا ثانيك الله يرحمه كان كونطاب وراح عشية مات في تونس وتزوج تماك، وحنا كنا عارفين يعني باللي هذه القضية هذه تجوز علينا يعني بهذه الطريقة، على خاطرش أنا كنت تاكسيور ومازلت تاكسيور وإن شاء الله نموت تاكسيور، يعني هذه الخدمة نحب نخدمها ونعرفها مليح ونتقنها. صوت كاين حاجة اللي ديرونجينا شوية سي لي كلونديستان. لي كلونديستان هذو عمدير أنك شغل مترك في الروضة يعني. يابا دوك أنت واسمك أستاذ أريستو. صح أنا كان يحب نوقف معاك وليدي باباك انا تعم باك يخليك رايح وحدك كل ملي كنت بيبي وانت معايا تركك ذكرى كبير. تحدث قليلا عن الاستاذ ارسطو عن طفولتكم، هل انتبه احد الى العبقريه التي كنتم تختزنونها في ذاتكم؟ شوفي غير زاد يعني باش نصرحك بالك مش محل نقدر حتى ندوخك بالك بالك ما تصدقينيش. شوفي غير زاد سبحان الله العظيم عرفناه باللي عبقري. وهي يما على كل حال حضرة مريم. مريم قولي لها صبصيح. هذه مليحة جمعي، على بالك شرينا له كلش ازرق، كنا فرحانين، خوخة شرات له وشرات له كادوات حتى الحطة، على بالك درنا طمينة وش من عرس وش وكاينة حاجة صرات على كل حال ما حبش تقول لك ياليها. إي باكي زاد ثلاث أيام وأنا قد تصور أنت يعني بيبي ثلاث أيام وأنا قد باش فطن. إحنا ثم زدنا يعني حققنا واكدنا باللي ولدنا عبقري حقيقه، والحمد لله احنا رانا فخورين بزاف يعني ربي كرزقنا بطفل كيما هذا. وانا مع كل حال من مقبل يعني بالك تقول او يكذب، انا من مقبل قبل ما يزيد كنت على بالي بلي ربي راح يرزقني بطفل كيما هذا. هذاك الوقت كيما كنت بديت تاكسيور يعني كيما قلت لك قبل هذوك لي ديبي تاعي يعني صغير، والتاكسيور هذه نحب نخدمها مانيش عارف يعني عندي ميول لهذه الخدمه. علاش؟ لانها فيها بزاف الغاش يجيو يعني تخدمي مع الناس مع العقول، وكل راس يركب معك داخل طوموبيل يعني يعطيك فكره. حسيت كي بحال شغل عندي وليت شغل انسيكلوبيديا كومبيلون يعني مش عارف كيف فهمتني مادموازيل. وهذه الخدمه تاع التاكسيور هذه اللي يعرف لها يعني فريمون يعرف لها يعني الخدمه تقدري تقولي باللي يعني الانسان ينجم يمشي بلاد، ينجم يعني يكون في مستوى عالي جدا في يعني في المستقبل تاع العلاقات يعني مع الناس في الاطار تاع التاكسيات. كمل. نعم كمل. كمل يعني يسني يكمل المشوار تاعو وماذا بيا وليدي ان شاء الله ما يحبش يعني يروح يعني الامور البعيده يعني باش يفرحنا ويفرح البلاد ويفرح يعني الشعب بصفه عامه. دوك بابا والله غير سيريوزمون دوك انت واسمك استاذ ارسطو. انا بابات المير. ما قدروا لها تقلقش وليدي ما تقلقش ندوها. مانيش مقلق انا، انا على بالي باللي على بالك. شوف كي تديها وراني سير تديها تشوف لي زفر مع خالك. خمم سكتوا ما حين نوصلوا النتائج. شت الان يكرم المرء او يهان. يا هيا دوكا سكتوا علينا سينو دوكا نطفيها نعاودوا الشعلة. اليكم مباشرة نتائج الانتخابات البلدية. مبروك علينا وليدي. نتائج الله يبارك فيك جمعي كما يلي. ديرهم زير ما تخميش مامون كيفاش روحك على بالك الناس اللي نعرفهم كامله حني فوطيو على رزقي. خويا ما تقلقش روحك على بالي انايا على بالي باللي الاستاذ ارزقي الجمعي 84501 صوت. شحال قال؟ ما سمعش مليح. جبلي ربي قال واحد زياده. وعلى المباشر نربط الاتصال بالرئيس المنتخب. شعوري راني ميت بالفرحة. نشكركم بزاف بزاف على هذه الثقة العمياء اللي درتوها فيا. شكرا. باي باي لزفر. يا هذا الصوت الزيادة هذا ماذا بينا نعرف شكون هذاك اللي البروغرام تاعو غير حفاري راك شاك فيك كاش واحد جمعي. هذيك الحملة كاع اللي درناها وخسر. هذا هو اللي قال لك المندبه كبيره والميت فار. خسر الله غالب خالتي بوالا معليش على بالي وليدي ضربوه بعين. معليش وليدي ما تقلقش روحك
هذه هي الدنيا، مرة ربح مرة خسر. اسمحوا لي أنا نروحها، الهورية هذا الوقت اللي قاعد تدخل فيه للدار، راكم عارفينها باللي تقلق بزاف. بعد خير. مبروك عليك أرسطو، النظرية اللي حبيت تبروفيها نجحت، لقد انتصر الأكل. هاني العمل. ايوا صاحب الدير، الرجال تحت خير الزمان. ارجع. السلام عليكم. اهلا سي جمعي. اهلا يا سي جمعي، جاي يعني وتقابل بوتشكو. تحشمش ما تحشمش، تخدع. ما خدعتكش اخويا جمعي، عاونتك. واه عاونتو دخول العشره والملح وتفوطي كونتر وليد ورزقي. جارك جارك يا محمد سيدي رزقي، وكليت الملح. ها تحشمش أجمع يا خويا، فهمني، فوتيت عليه على خاطر شو عدنا باش يعمر الحفرة، وأنا خممت عليك أجمع يا خويا باش ما جيش كسر لك الكارنو. فهمني يا خويا جمعي. لا إله إلا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. تنجم لهم العباد هذا تنجم لهم؟ أنا نروح يا سوس. السلام عليكم. السلام يا ربي سهل. جمعي واش تحوس؟ ما توصلناش على طريق ساعة أخويا. ما نوصلكش. ها أنت ما تجيش تعيط لي كاع بأسمي، وأنا طاكسيور مانيش نقل بلدي، هو اللي وصلك. ربي يكون معاك خويا. غدا 400 فاين حليب، زوج قازوزات قهوه، واتاي كبير. بصح انا عزوز خوانا هادو ماكلتهم ما شربتهم. اي جوستومو هادو ما ماكلتهم ما تاكلهم ما راح زيد تاكلهم. لو كان فوطيت على وليد ورزقي راك درت افار.